أهلا بكم مشاهدي بلقيس على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، نتواصل معكم يوميا من خلال هذا البرنامج. أكرر الترحيب أيضا بمستمعينا على إذاعة بلقيس على تردد 97.7، وأيضا على التحية والترحيب أيضا بمشاهدينا في البث المباشر على منصات قناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص كفاحكم وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، وأيضا نتشارك معكم تفاصيل هذه القصص من خلال الأسئلة التي نتفاعل فيها معكم وتربحون من خلالها الجوائز المالية اليومية. أهلا وسهلا بكم. في محافظة مأرب التي كانت موطناً لواحدة من أقدم الحضارات البشرية تقع مديرية الجوبة، وفي هذه المديرية كثير من القصص تروى عن حياة الناس الذين وجدوا أنفسهم في لحظة من الزمن يكافحون لأجل أن تستمر الحياة. وكحال اليمن المنكوب بالحرب المستمرة منذ 5 سنوات، يحاول سكان إحدى قرى المديرية الواقعة جنوبي مدينة مأرب تلمس خيوط الحياة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة. مشاهدينا، بين مئات الحكايات كانت هناك حكاية لأحد الآباء تستحق أن تروى، ضرب فيها مثالا للصبر وقوة العزم حتى صار حلمه حقيقة. في اللحظة التي كان فيها برنامج حيث الإنسان يقترب من تفاصيل حياته ويساعده في تحقيق حلمه الذي تمنع عليه لسنوات طويلة، نتابع معا. أملك البيت هذا وأملك بناتي في الحياة هذه فقط لا غير. البيت هذا الموجود الآن للطين لا يمكن 45 سنة من يوم ابتنى نفسي إنهن يواصلن حتى يتخرجن من الجامعة إن شاء الله، حتى يكون لهن مستقبل ويتوظفن ويدخل المرتبات. لم تعد أرضا لجنتين، فشظاف العيش ضاق بساكنيها وأحال حياتهم إلى معاناة دائمة تتشابه كثيراً مع معاناة أكثر من 20 مليون يمني نالت منهم الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة. في قرية القاهر بمديرية الجوبة في محافظة مأرب تسير الحياة بخطى وإيدة، تفاصيلها متكررة ومملة. الجديد هي الهموم المتعاظمة التي تزيد وطأتها على كاهل الأهالي المتعبين. يكابد سعيد القادري ظروف الحياة القاهرة ليؤمن له ولأسرته المكونة من 6 أفراد في ظل الغلاء الكبير للمعيشة، غير أنه لم يجد سبيلاً في بلد تزيد فيه نسبة بطالة المتعلمين، فما بالك بمن كان أكثر حظه في الحياة أن يتقن القراءة والكتابة. يجمع الرجل الخمسيني ما وعدته به هذه الأرض التي أبدل الله حدائقها إلى أثل وشيء من سدر قليل، ولربما يحالفه الحظ هذه المرة بالعودة بأخشاب متينة وصلبة تحمل عنه سقف منزله المتهدم، أو حطب جيد يكون وقوده في مطبخ منزله عوضاً عن غاز الطهي. يقضي سعيد نهاره في رعي أغنامه والاحتطاب، ومع كل عودة إلى المنزل تتزاحم الأسئلة في رأسه، والسؤال الأهم: هل من الممكن أن يتدبر وجبة لبناته الأربع؟ من
من الصغر وأنا أرعى في الأغنام وأحتطب ونعم من فترة طويلة، يعني مثل ما تقول 30 سنة. البيت أتمنى أن يكون له حل أو تغييره إلى بلوك مثلاً ولا إلى حجر، لأن هذا الآن ما استأمن على بناتي هنا أو علينا من الأمطار، من ممكن يطيح السقف حقه في أي يوم في أي وقت، وخاصة مع الأمطار من الأرضة أكلت الأخشاب دي داخل، والمطر عندما يجي يخيسه وينزل علينا الماء من السقف إلى الأرض. لا مساحة للفرح في حياة سعيد، فكل يوم تزيد عزيمته وهناً، وحتى الآن تنحدر حياته مع أسرته إلى الأسوأ. غير أن هذه اللحظات لسعيد سعادته الدائمة، إذ يجد نفسه في كل مرة في هذا التوقيت وقد لبس ثوب الأمل، فما عجز عن تحقيقه الرجل يراه يكبر في طفلاته الأربع. البنات يدرسن هنا، الكبيرة ثالث ثانوي والصغيرة أول ابتدائي، ثنتين منهن يجين من الأوائل والباقيات اللي يجين جيد جدا. فيه فرق كبير بين دراستي أنا من أول ندرس القرآن والقراءة والكتابة، هن لا يدرسن العلوم، يدرسن الرياضيات، يدرسن كل شيء في المدرسة الآن. أتمنى أن يكون تعليمهن أفضل منا بألف درجة. تعليم الفتيات بالنسبة لسعيد تحدي لا بد أن يجتازه، غير أن الأهم بالنسبة له توفير وجبة الأسرة وتأمين سقف المنزل حتى لا ينهار عليهن في أي لحظة. أتمنى أن يتغير البيت هذا بحجر أو بلوك، ما عندي أي دخل حتى أصلحه، ما عندي أي مال حتى أقدر أصلح غرفة واحدة. هذا لا اسمه، هذا الطين على أساس نرممه ما أقدرت أرممه، هذا لها أكثر من سنة أنا يمكن ما أقدرت أرممه، يباع عمال ويباع تبن ويباع ما ويباع كل شيء ما أقدر. وبين انعدام الرجاء تبقى الأماني عصية على التحقق في بلد انهارت فيه كل الفرص الممكنة، إذ انسلت فرص العيش الكريم من بين أيدي ملايين اليمنيين وتقزمت أحلامهم في رحلة يومية للبحث عن لحظة نوم آمنة لا يخشى فيها غدر سقف المنزل المتهالك. لكن بصيص الأمل يكبر من جديد ليسدل الستار على تفاصيل حياة آفلة ويفتح الآفاق لحياة جديدة تصنع مستقبلاً مشرقاً. أنا ما عندي دخل ولا عندي أي، ما معي مرتب، حتى الضمان الاجتماعي ما معي، ولكن فيه هنا في أكثرهم موظفين وعندهم ضمان اجتماعي، أكثرهم إلا أنا فقط في القرية هذه يمكن الوحيد ما عنده ضمان اجتماعي أو مرتب. من ناحية الدخل إن شاء الله يكون لنا دخل مساعدة أو دخل مرتب من الدولة، تجي دولة إن شاء الله تعطينا لنا مواطنين، ما معنا أي شيء، ما معنا لا مرتبات ولا حتى الضمان، أنا ما معي مرتب ولا ضمان. أتمنى إن شاء الله الخير، وأن بناتي يدرسن يكملن دراستن وأن يواصلن في الجامعة إن شاء الله ويتعلمن التعليم إن شاء الله، يسكنن في مسكن طيب لهن من الأمطار ومن الرياح. من ستبنى الأحلام التي لطالما تمناها سعيد، والتي ستكون كفيلة بإعادة بناء شخصيته وخلق إنسان جديد نظير ما آمن به. فهذا المكان سيحوي متجراً يضمن استدامة مالية للرجل الخمسيني. Thank you.
صار بوسع سعيد أن يكون سعيداً، كما أن أحلامه في رؤية بناته وهن يرتدن الجامعة بات ممكناً. أتوقع أن يكون لنا بيت قوي جداً ومساحته كبيرة، لأن هذا مش قوي. نحن خايفين أن يطيح فوقنا بسبب الأمطار الغزيرة. أنا لما جاتني اللجنة هذه لم أتوقع ما شفتها الآن. كنت أتوقع أسئلة وأجوبة وجائزة مثلاً 50,000 100,000، لم أتوقع أن فيه بيت ومتجر يكلف مثلاً 3 مليون ريال أو 4 مليون ريال تقريباً. لم أكن أتوقع هذا الشيء أبداً، ولكني أتمنيت بالأمس، وما أتمنيته حصل اليوم. يعني الآن بيت ولبناتي، بيت للبنات، والمتجر هذا إن شاء الله نحصل لنا رزق بناتي منه إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للأمطار الآن في البيت هذا البيت الجديد لا يوجد فيه لن يهرب لا أمطار ولا علينا خوف منه ولا أي شيء، يعني شبه بيت مسلح خلاص. مصير جديد انتقلت إليه أسرة سعيد، وحين تحضر يد الإنسان تكون الإرادة والأمل حيث الإنسان. هكذا إذن رسم سعيد قصة نجاحه. بهذا الإنجاز اختتم رحلة طويلة من الكفاح والعمل، الأهم من ذلك الدعم والإسناد الذي شاهدناه من سعيد لبناته التي شجعناها بكل ما يستطيع لإكمال تعليمهن. تحية لك الوالد سعيد، وإن شاء الله ونرى جميعا بناتك الأربع وهن منارات مضيئة في هذا المجتمع. ربما أن القصة مؤثرة، يعني ما أريد أن أقوله إن الوالد سعيد ونحن نتابع القصة العالم كله يعتقده في بناته الأربع أنه إذن نطلع فاصل يا شباب. المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب. Thank you.
أنا طبعاً أعتذر وآسف يعني لما حصل، لكن ربما قصة الوالد سعيد أثرت فيني، ربما وأثرت في الكثير، لأنه يعني في البلد صراع وحرب والناس يتقاتلون على لا شيء. يعني الوالد سعيد متأثر ربما ومهتم أنه فقط في العالم هذا بناته الأربع يدرسن ويكون لهن مستقبل أفضل. أتمنى أنه حلقة اليوم مشاهدة المسؤولين، مشاهدة من له قرار في هذا البلد، يكفي الناس هذا العذاب وهذا التعب. سأحاول أن أدخل مباشرة بجو المسابقة واعذروني لما حصل. لدينا اتصال. ألو. أيها من معنا؟ ألو، عبد الرحيم حسن. من أي محافظة؟ محافظة صنعاء. من صنعاء. سؤالي لك، ما اسم بطل قصة اليوم؟ سعيد. سعيد، مبروك لك 50,000 ريال، إجابتك صحيحة. الله يبارك فيك. بسلام. شكرا، شكرا لك. اتصال آخر. ألو. وعليكم السلام. من معنا؟ عادل عبد الله حسن. عادل عبد الله حسن، من فين عادل؟ من عدن، من العريش. من عدن العريش. سؤالي لك، ما اسم القرية التي يعيش فيها الوالد سعيد؟ اسم القرية؟ أيوة. القاهرة. الإيش؟ الجوبة. الجوبة. الجوبة المديرية. اسم القرية إيش؟ القاهرة. القاهر، وإجابتك صحيحة. القاهرة. شكرا لك. القاهر. القاهر إجابة صحيحة، و50,000 ريال مبروك عليك. شكرا جزيلا. عفوا لك، مبروك لك. اتصال آخر معنا. طيب سنذهب مباشرة إلى القرعة، وبالأمس كان لدينا سؤال، وكان السؤال يقول أنه القرية تتبع أي مديرية؟ قرية التي كانت منها قصة أمس، قرية أحلام، وكانت الاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول الحجرية، الاختيار الثاني التربة، الاختيار الثالث المعافر. فعلا الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث، قرية المعافر هي الإجابة الصحيحة. كل من أرسل رقم 3 دخل معنا في السحب، ولديه فرصة للفوز بثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 50,000 ريال. عدد الإجابات التي وصلتنا 45,264 إجابة كما تتابعون على الشاشة. عدد الإجابات الصحيحة منها 31,950. سنقوم باختيار 3 فائزين، وأول فائز معنا، بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 7-3-3-5-4-3-3-2-3. مبروك إذن لصاحب الرقم 7-3-3-5-4-3-3-2-3. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال يمني، وسأجري القرعة ونختار فائزين اثنين لاحقا في هذه الحلقة. لدينا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. طيب اتصال جاهز. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، من معنا؟ ألو. أيوة، من معنا؟ ألو. أيوة، أنتم على الهواء، من معنا؟ أم محمد. من أي محافظة أم محمد؟ محافظة عدن. من عدن. أم محمد تابعت القصة؟ أيوة. طيب كم عمر منزل العم سعيد القادري؟ كم عمر منزله؟ 7. طيب المنزل هو متهالك، يعني يخافوا انه يسقط عليهم لانه لو من زمن. كم عمر المنزل؟ 50 سنة. اقل من 50 سنة. 30. لا، اكثر من 30. 30. لا، 30 غلط و50 غلط. تابعت القصة يا أم محمد؟ أيوة، بس ممكن هذه فاتت علي. طيب فاتت عليك. يلا، ما بين 40 و50. يلا ساعدتك أنا، ما بين 40 و50 كم؟ 40. 40 سنة. لا، ما بين 40 و50 كم؟ 35. 30 سنة. لا، ما بين 40 و50، ما ينفعش 35. ما بين 40 و50 كم؟ 45. 45 إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000. مبروك، مبروك، إجابتك صحيحة، مبروك لك 50,000 ريال للأخت أم محمد من عدن. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم.
هلا، السلام عبد الله. من معنا؟ معك احمد محمد. احمد محمد من فين؟ من الحديده سخنه. من الحديده، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في الحديده. احمد، سؤالي لك، ليش العم سعيد مصمم انه بناته يدرسين؟ ليش؟ كيف؟ العم سعيد القادري بطل القصة، ليش هو مصمم انه بناته لازم يكملن الدراسة؟ ليش؟ الحرب. الحرب الله يحفظه. ليش؟ الحرب جراء الحرب، كارثة الحرب. تمام، كارثة الحرب، بس هو الآن هدفه في كل هذه الحياة انه بناته لازم يكملن دراستهن، ليش؟ ليش هو مصمم كل هذا التصميم؟ ليش؟ علشان ايش؟ علشان مستقبلهن. ليش؟ علشان مستقبلهن. يعني انت الان انت متزوج معك اولاد؟ كيف؟ انت متزوج وعندك اولاد؟ هلا والله بالعكس. طيب عندك اخوانك؟ معك اخوه في البيت؟ اكيد. طيب انت لما تكون مصمم عليهم مصر انهم لازم يدرسوا، ليش؟ عشان المستقبل، عندهم مستقبل، عندهم وظيفة، عندهم شغل. إجابتك صحيحة، 50,000 ريال. مبروك لك محمد من الحديدة، مبروك لك 50,000. حياك الله. أنا أحاول قدام يومين أو ثلاثة، أنا رحت كمان اتصال معكم بس ما رجع البرنامج ميدان. لكن اليوم أنت وصلت وكنت معنا على الهواء مباشرة، مبروك لك. يلا حياك الله مشكور لك. شكرا لك، تحياتنا لكل مشاهدينا في الحديدة وأهل الحديدة. نتمنى كنا أن نعمل مشاريع في برنامج حيث الإنسان في الحديدة، لكن الظروف والوضع البائس في هذه البلد منعنا من أن نتواجد في الحديدة، لكن سنحاول في السنة القادمة أن نكون في الحديدة وأن نقدم مشاريع لأهل الحديدة. أهل الحديدة طيبين. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ آفاق. آفاق. ايوه. من فين يا افاق؟ من عدن. طيب ممكن يا افاق توطي صوت التلفزيون؟ تسمعني من التليفون؟ ايوه الان وطيته. طيب سؤالي لك. أيوة. العم سعيد ايش يشتغل؟ العم سعيد ايش يشتغل؟ ايوه يرعى الاغنام. صحيح. ويحتطب كمان. صحيح. مبروك لك 50,000 ريال. الله يحفظك. مبروك. هذا هو هدف البرنامج والله. ولا هدف لنا في حيث الإنسان إلا هذا. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، من معنا؟ عليكم السلام. من معنا؟ أم عمر. أم عمر، من فين يا أم عمر؟ من الحديدة. من الحديدة، أهلا وسهلا بك يا أم عمر. أم عمر، العم سعيد القادري كان يشتغل في رعي الغنم والحطب، كم سنة وهو يشتغل في هذه المهنة؟ كم لا يشتغل في الحديدة؟ لا، في موضوع رعي الغنم والحطب. أعيد السؤال. أيوة، كم صار له سنة؟ كم؟ أعيد السؤال لو سمحت. يعني يقول لك أنا لا موظف، لا راتب لدي، لا راتب ضمان ولا لي شيء في هذه الحياة. كم عدد السنوات؟ كم؟ لا يمكن كثير جالس كان ما يشتغل. أيوة يلا أنا أساعدك. ما بين 30 سنة والأربعين السنة، كم؟ 45 سنة. لا. ما بين 30 والأربعين، كم؟ كم لو ما يعني؟ يلا ما بين 30 والـ35. ما بين 30 و35. أيوة، كم رقم فردي؟ يلا. رقم 33 سنة. بالـ30 سنة، تمام 30 سنة. مبروك لك 50,000 ريال، إجابتك صحيحة. شكرا لكم جزيلا. 30 سنة يرعى الغنم ويحتطب.
تمام، شكرا جزيلا لك من الحديدة، مبروك لك 50,000 ريال. طيب نجري القرعة شباب ولا اتصال؟ قرعة. الآن نختار الفائز الثاني وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال، وكانت الإجابة الصحيحة أمس رقم 3. بسم الله، مبروك للفائز صاحب الرقم 770-476-841. مبروك إذا لصاحب الرقم 770-476-841. مبروك لك 50,000 ريال، وأيضا سنختار الفائز الثالث في بعد لحظات، وأيضا لديكم فرصة للفوز بثلاث جوائز أيضا عن سؤال حلقة اليوم. في نهاية الحلقة سنطرح السؤال. لدينا اتصال. ألو ألو، أيوة. طيب فقط بس في نقطة قبل أن نستقبل اتصال أريد أن نشير إليها. اليوم عملنا بث مباشر على صفحة القناة على الفيسبوك نوضح فيه طريقة المشاركة. كان البعض يسأل أنه يقول أنا بإمكاني أن أشارك أكثر من مرة وأرسل رقم الإجابة، فقط لديك فرصة واحدة، وإذا كثرت بالمشاركات ربما حتى وصلت للمشاركة أو 7 رسائل ممكن أن يحصل لك حظر من النظام، يعني بلوك، ويمنع عنك المشاركة في البرنامج. أود أن أذكر أيضا وأشير أنه فقط لو سمحتم أرسلوا الرقم الإجابة فقط، 1 أو 2 أو 3. وأيضا بالنسبة للموضوع من يسأل عن الجوائز، الجوائز تصلكم خلال 2 يوم بالكثير من تاريخ مشاركتكم، يعني بعد انتهاء الحلقة نتم التواصل معكم، وبعد 2 يوم بالكثير يتم التواصل معكم وإرسال المبالغ المالية. طيب. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك ماجد عبد القادر أحمد عبد من تعز. ماجد المذحجي من تعز. ماجد المذحجي من تعز. ماجد عبد القادر أحمد عبد. ماجد عبد القادر. أيوة. ماجد عبد القادر من تعز، أهلا بك يا ماجد. حياك أستاذ سامي، كيف حال؟ رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وخواتم مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. يا مجد. أيوة. نعم مجد، سؤالي لك، ايش المخاوف او الخوف اللي كان عند أسرة العم سعيد في منزلهم؟ كانوا يخافوا من ايش؟ ايشو؟ كانت أسرة العم سعيد تخاف من شيء في المنزل انه يحصل، ايش الشيء هذا اللي كان يخوفهم؟ من سقوطه من المطار. من سقوط السطح. صحيح، أن لا يسقط عليهم سقف المنزل. إجابتك صحيحة ومبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. مبروك لك 50,000 ريال. اتصال آخر. ألو. طيب نجري القرعة ونختار الفائز الثالث معنا عن سؤال حلقة أمس وقيمة جائزته 50,000 ريال. بسم الله، سنختار الفائز الثالث. مبروك للفائز صاحب الرقم 7373-08-325. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 7373-08-325. مبروك للفائز صاحب الرقم الظاهر معكم على الشاشة. إذن لدينا 3 فائزين وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. طيب الأخ يقول أننا أتصل وما حدش يرد علي، كل المشاكل. أنا شي أوضح نقطة، الآن كانت ظاهرة معكم أنه وصلنا عدد الإجابات 45,000 تقريبا، المتوسط بحدود 40,000 إلى 50,000 يوميا يشارك معنا بالإسمس. لنفترض أنه 1,000 من هؤلاء 50,000 قرروا وقت البث المباشر يشاركوا معنا في البرنامج واتصلوا على أرقام البرنامج، بالتأكيد سيكون هناك ضغط في الاتصالات. ما يحدث ونحن نؤكد لكم دائما أنه يتم التواصل ويتم الضغط، نحن لا نتصل بأحد، والموضوع الاتصال واستقبال الاتصالات يعتمد على الحظ لكل متسابق. طيب معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك محمد حزام بلال كليبي. محمد حزام، من فين يا محمد؟ أنا من المحويت. من المحويت.
كم لك بتحاول يا محمد عشان تتصل للبرنامج؟ لي احاول السنه الاولى، هو هذا السنه من اول رمضان. من اول رمضان وانت طول الوقت وانت تتصل؟ وانا واصل اتصل، والله واصل اتصل. واليوم انت معنا، شرفتنا اليوم يا محمد. وانا والله اشرف، يعني اتشرف من قد قبل يشوف من نبضات، ما اتوقع هذا الحلم. ليش ما تتوقعش؟ يعني شعور لاين 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 وصف. اول مره تتصل بالقناه بتلفزيون تشارك؟ واصل اتصل، يعني واصل من بدايه البرنامج واصل. يلا تمام، سؤالي لك، البنت الكبير بنت العم سعيد في اي صف تدرس؟ هو ذكر في الفيلم قال بنتي الكبيره تدرس صف في صف ثالث ثانوي. يا سلام عليك، تابعت القصه واجابتك صحيحه ومبروك لك 50000 ريال. الله يبارك فيك يا استاذ سامي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا وشكرا لكل من شاهد هذا البرنامج الرائع. شكرا لك، شكرا لك. اتصال اخر. شكرا. الو، السلام عليكم. السلام. من معنا؟ معك ياسير عباس المشولي. يحيى المشولي، من فين يا يحيى؟ ياسير المشولي. يحيى مشولي من تعز. ياسير. ايوه. الله يجعل حياتك دائما يسيره وسهله. الجميع ان شاء الله. عندي فضول يا ياسير. ايوه. اسماء باقي اخوتك ايش؟ ايش؟ اخوانك اسمهم ايش؟ على نفس الغرار ياسير. ياسر ايوه. ياسر ايوه ايش؟ ميسور. ياسر وميسور وياسير. ايوه. لانه انا يعني انا شو خروج من الزعل اللي كان اول، لكنه بعض الاباء عندما يسمي ابنائهم اسماء هكذا مميزه فتكون له فلسفه يعني، فالوالد الله يحفظه ان شاء الله سماكم يسير وميسور وياسر. كل أيوة. من اليسر. ايوه كل سين حسن باقي. كيف تعتقد بتجاوب على السؤال بتكون امورك ميسره وتفوز معنا بال50000؟ ان شاء الله. طيب، البنت الكبير تدرس ثالث ثانوي، البنت الصغيره بنت عم سعيد صف كم تدرس؟ ما تابعت الفيلم انا الا قليل يعني، بس عندنا ماشيه. طيب ايش اللي تابعته من الفيلم؟ تابعت كم كان مثلا، كم له سنين يحطب؟ كم سنين له ايش؟ يحطب الحطب في هذا العمل يعني. كم سنوات؟ 30 سنة. 30 سنة. طيب انا بزيد اسالك سؤال وانت اذا جاوبته خلاص تعتبر انك فزت معنا، تمام؟ ايوه. مديرية الجوبة في اي محافظة؟ محافظة مأرب. مبروك عليك 50000 ريال. حياك مشكور. انت شكلك في الشارع. ايوه ايوه. هيا انتبه الموتور اللي ماشي جنبك. اه انتبه الموتورات. ياسير. الو. ايوه ياسير، تحياتي. ايوه تحياتي لك. يلا حياك مشكور. يلا مع السلامة. معنا اتصال او نذكر بالثلاثة الارقام الفائزة معنا على الشاشة اذا كانت جاهزة، ثلاثة الارقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة امس، والارقام الثلاثة معكم الان على الشاشة. الأرقام الثلاثة هي 7-3-3-3-5-4-3-3-2-3، الرقم الثاني 7-7-0-4-7-6-8-4-1، الرقم الثالث 7-3-7-3-0-8-3-2-5. مبروك إذا للفائزين الثلاثة وكل جائزة 50000 ريال. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن تابعنا معكم الفائزين عن سؤال حلقة أمس، الآن سنطرح أمامكم، لدينا اتصال بعدين السؤال. طيب ألو.
الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟ محمد صالح حضرموت. محمد صالح من حضرموت، تابعت القصه يا محمد؟ نعم. طيب يا محمد، اشتي منك شيء. سؤالي لك، انك تابعت القصه، سؤالي لك، اشيك تذكر لي. نحن قد ذكرنا اسم القريه والمديريه والمحافظه، ذكرناهم بشكل منفصل كل واحده منهم. سؤال، اشيك تذكر لي الثلاثه مره واحده، القريه والمديريه والمحافظه. محافظه مارب. تمام، المديريه وجوبه. الجوبه، تمام، والقريه القاهر. القاهر، يا سلام عليك، مبروك لك 50,000 ريال. القرية هي القاهر، المديرية الجوبة، والمحافظة مارب. مبروك لك يا محمد، مبروك لك من حضرموت، شكرا لك. عفوا، الله يبارك فيك. إن شاء الله. الأخ أبو عبد الحكيم يقول إن شاء الله العام القادم تكونوا في الحديدة، في اللحية والزهرة وقرى وادي مور وقرى عزلة الزعيلة. نتمنى والله أن نكون موجودين هناك، نتمنى أن العوائق الأمنية تنتهي ونتمكن من التواجد هناك ونساعد أهلنا في الحديدة بهذه المشاريع. طيب، لدينا اتصال أو نذهب إلى السؤال اليومي؟ اتصال. طيب، الآن سؤال الواتساب والسؤال من قصة الليلة، بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال والفوز معنا بثلاث جوائز مالية، قيمة كل جائزة 50,000، والسؤال معكم على الشاشة. كم عدد بنات العم سعيد القادري؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 3 بنات، الاختيار الثاني 4 بنات، الاختيار الثالث 5 بنات. إذن السؤال على الشاشة، وفقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. إذن هذا السؤال وعليكم الإجابة عليه، فقط أرسلوا رقم الإجابة وذكر بالتفصيل العم سعيد كم عدد بناته. قال: لدي 2 متفوقات امتياز و2 جيد جدا، والباقي عليكم. ألقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، ودائما وأبدا كونوا معنا على شاشة بلقيس على الهواء مباشرة كل يوم 9:05 في الخدم. تحية طاقم البرنامج، ونلقاكم غدا في أمان الله. سترى نفسك في الغير، وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.